عيشة بدونك والله ما تسوى في ليس الهوى ما يشتم أنا انت لو ما بي احيس والله لو ما يضوى وجهك ما شفت نور الشمس وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها حفنتي تراب وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها حفنتي تراب حفنتي تراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم وأيامكم بذكرى ولادة السيدة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام. وأيضا اليوم نودع آخر يوم من عام 2019 ومقبلين إن شاء الله على عام 2020 يا ربي في هذه السنة يعم الأمان والأمن في بلدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتنا وأخواتنا متابعي قناة إمام حسين، حياكم الله وأسعد الله أيامكم بذكرى ولادة السيدة الطاهرة زينب سلام الله عليها. وإن شاء الله يا رب هذه السنة أيضا إن شاء الله سنة خير وبركة وسعادة عليكم وسنة أمن وأمان، وإن شاء الله يا رب مثل ما نقول تحقيق الأماني، وحياكم الله أخوتنا. نعم سيد، صلى الله ايامك طبعا ايامك في كل خير. طبعا اعتذر من الاخوه المشاهدين، انا المفروض انه ابدا بالاستاذ مصطفى بس بديت لا ماكو مشكله، ان شاء الله اسعد الله ايامك وايامك في وتحقيق كل خير. الاماني ان شاء الله لك ولكل من يشاهد شاشه قناه الامام الحسين الفضائيه. سيد احنا متعودين انه نذهب لزياره الامام الحسين بدايه كل حلقه، خلينا نتوجه اليوم في هذا اليوم العظيم لزياره الامام الحسين عليه السلام واخيه ابي الفضل العباس. يا الله، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا زينب ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين، نبدأ وياكم بهذه الليلة العظيمة، ليلة ولادة أول صحفية بالإسلام قبل 1400 سنة، أول إعلامية بالإسلام اللي من عندها وخط الطريق للإعلام. وإحنا هسه هدفنا وجودنا الإعلام الحسين عليه السلام، وكررنا أكثر الحلقات اللي فاتت ونوهنا على أنه الإعلام مهم وخاصة الإعلام الحسيني اللي من خلاله نقدر نوصل صوت الإمام الحسين عليه السلام وقضية الإمام الحسين لكل أنحاء العالم. ووجودنا اليوم ووجود قناة الإمام الحسين أو وجود مجموعة قنوات الإمام الحسين الإعلامية لهذا الهدف، لإعلاء كلمة الحق وثورة الإمام الحسين عليه السلام والدين المحمدي وإيصاله لكل أنحاء العالم. سيد احنا بداية كل حلقة انه ننوه على دعم قناة الإمام الحسين الفضائية وأيضا الاشتراك بهذه القناة ولإيصال رسالة الإمام الحسين عليه السلام. قناة الإمام الحسين غنية عن التعريف ووجودها في كل البيوت العراقية وكل البيوت الإسلامية ومختلف الدول، مختلف دول العالم. هذا أكبر دليل على أنه هذه القناة هي قناة مستقلة وليس تابعة لأي جهة حزبية أو سياسية، هدفها نقل صورة الإمام الحسين عليه السلام وبناء الأسر والعوائل على حب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأيضا ما ننسى فضل الأخوة المساهمين أكيد بدعم هذه القناة اللي وصلت لكل البيوتات. صح، نعتبر أنه قائمة بفضلهم. نعم أكيد فضل السادة المشاهدين. إحنا من نطلع لقاءات ميدانية وأخذ لقاءات من الأخوة اللي موجودين بكل يعني كل أعمال الحرة اللي موجودة، سواء طبيب أو صيدلاني أو يعني حرف أخرى. صح، اشتراكهم بقناة الإمام الحسين لهدف هو دي يشوفونه آثار دعم قناة الإمام الحسين عليه السلام اللي شنو اللي تبث على مدى 24 ساعة. صح، من خطب ومحاضرات ودروس وبرامج تهدف إلى بناء الأسرة. عندنا هواي إحنا من القنوات، لكن
قناة الإمام الحسين مختصة بنقل ثقافة أهل البيت وإيصالها لكل أنحاء العالم. صح. إحنا مثل ما تعودنا إنه ما ننسى الأخوة المساهمين والأخوة اللي دزون رسائل. صح. اللي من خلالها نكتبها على راية الإمام الحسين عليه السلام. أكيد قبل البدء بكتابة الأسماء اللي دزيتونا إياها عبر الواتساب والتليجرام والفايبر أو الاتصال المباشر، ننوه إنه أرقامنا موجودة أسفل الشاشة. طبعاً أعتقد إنه اليوم أكو مشكلة بالاتصالات، وخاصة إحدى الشركات يعني الاتصالات تكون ضعيفة. حاولوا أن تدزون على الواتساب أو التليجرام أو الفايبر العبارات اللي تردوها والأسماء اللي حابين تكتب على راية الإمام الحسين عليه السلام. أرقامنا موجودة وبإمكانكم الاتصال المباشر أو الإرسال أو إرسال الرسائل على التطبيقات الخاصة بالرقم الموجود أسفل الشاشة. خلي نروح فاصل ونرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية تأسست عام 2009، مؤسسة إعلامية جماهيرية مستقلة، 5 قنوات فضائية مرئية، 5 لغات عالمية: الفارسية، العربية، الإنجليزية، التركية، الأردو. وكالة أنباء شيعة ويوز تعرض برامجها على مدار الساعة، مرتبطة مع الأقمار الصناعية والأنظمة الإلكترونية IPTV، مفعلة عبر الهاتف الجوال لكافة مشاهديها في العالم. رجعنا وياكم محبة المشاهدين. سيد عماد تفضل إليك الكلمة إذا حاب تضيف قبل كتابة الأسماء. والله أنا بالنسبة لي ككلمة ما عندي، أقول لكم حاليا أنه مثل ما عرفتوا اليوم ولادة السيدة الطاهرة زينب سلام الله عليه، بطلة كربلاء، ومثل ما تفضل أخوي أنه الصحافية الأولى اللي نشرت وعي وثقافة أهل البيت عليهم السلام ومظلومية الحسين وآل بيته إلى كل أنحاء العالم. وإحنا من بعدها أنه نوصل هذه الرسالة إلى الحسين عليه السلام، إلى العالم، بمن هو شخص الحسين عليه السلام وما الأمور التي جارت عليهم وشن السبب اللي صار هذا الشيء وليش قتل الحسين عليه السلام. من بعد كل هذا نقول لكم الأرقام الموجودة أسفل الشاشة حاليا، تقدرون أنه تتصلون وتشاركون بالبرنامج. هذا اليوم يوم مميز، هو ذكرى ولادة السيدة زينب سلام الله عليها. تفضلوا خابروا على الأرقام الموجودة وراح نكون بخدمتكم. نعم. تفضل أخويا مصطفى ردنا الأسماء، طبعاً لأنه اليوم مثل ما همين عندنا ترى ضيف للحلقة. نعم أكيد. باسم السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها راح نبدي بكتابة الأسماء، لأنه اليوم ليلة مباركة، يعني هنيال اللي راح ينكتب اسمه بهذه الليلة المباركة على راية الإمام الحسين عليه السلام. نبدأ بفاطمة شريف من الحلة. يا أم الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة شريف وياسين. شريف. نعم فاطمة شريف وياسين وأسماء. أسماء. نعم. نعم. وبسمة وعلي وفاطمة. نعم. وأم علي. ومادلين محمد محسن. وأم علي داود وفاطم وسعيد وحمدية. نكتب إحنا شوية أسرع الأسماء بعد داود. أم علي داود. نعم أم علي داود وفاطم فاطم سعيد. نعم. وحمدية. نعم. وحسين وعلي ونرجس. حسين علي نرجس. نعم. ومحمد وكاظم ورباب. نعم. وأم زينب وأبو حسين. نعم. وخشان ورقية وأم حيدر. رقية وأم حيدر. وزهراء خددات. عذرا حيدر. نعم. زهراء خددات. بلي. خددات زهراء خددات من السليمانية. نعم. نعم. وغدير وهيفاء ورحيمة. نعم. وزهراء وزينب وفاطمة.
فاطمة وعادل وعادل عباس للشفاء إن شاء الله يا رب الصحة والعافية. نعم, نعم. ومنشد منشد نعم وبشير نعم ومريم قاسم وآيات عودة وعلياء وخديجة عودة علياء خديجة نعم نعم وليلى عبد السادة نعم وغالب وزينب زينب نعم نعم وخالد خالد وفاطمة ورباب ورسول رباب رسول نعم وعباس نعم جعفر وعلي ومحمد ومهدي وحسين من واسط مهدي حسين نعم نعم جعفر ورسول وعباس عباس نعم وفاطمة فاطمة نعم هذه بالنسبة للأسماء اللي موجودة بهذه الورقة. نعم أخوتنا الحلقة خاصة اليوم اللي يحب يشارك ويسجل اسمه وأيضا اللي يعرف أنه القناة بحاجة إلى تبرعات سجلوا أساميكم وخلي لكم سهم في هذه القناة وفي هذه الحسينية المباركة. خليكم ويانا وحاليا ناخذ فاصل ونرجع لكم. Say humble salam to Imam Hussein alayhi salam just with all those Zaireen who are coming to Karbala on the holy shrine of Imam Hussein alayhi salam and say humble salam to Imam Hussein and his brother. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ibn Rasulullah. Assalamu alayka ya ibn Amir al-Mu'mineen wa ibn Sayyid al-Wasiyyin. رجعنا وياكم حبة المشاهدين. نوح على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة بإمكانكم الاتصال مباشر وتسجيل أسماءكم على راية الإمام الحسين في هذه الليلة العظيمة, ليلة ولادة السيدة زينب عليه السلام وآخر الساعات للدخول بعام 2020. إن شاء الله عام جديد مليء بالحب والسعادة والاطمئنان على كل أهلنا العراقيين وكل محافظاتنا العراقية, ومستمرين بكتابة الأسماء أسماء الأخوة المشتركين داعمين القناة الإمام الحسين الفضائية من كل دول العالم اللي دزوا أسماءهم. أكيد إحنا بانتظار ضيف مهم علينا الأستاذ مصطفى. تفضل. يا حياك. السلام عليكم أستاذ مصطفى. أهلا أستاذ مصطفى. الله يعافيك. يا مرحبا. تفضلوا. الله يعزك. اهلا بك استاذ مصطفى, نهنيك بذكرى ولاده السيده زينب عليه السلام وايضا حلول العام الجديد عام 2020. الله يسلمك. انا هم اهنيكم وبارك لكم هالميلاد الكريم. يعني بصراحه هالليله ليله ميلاد عقيله بني هاشم. نعم. جبل الصبر سيده زينب سلام الله عليها, فمبارك عليكم, مبارك عليك حبيبي سيد عماد, ومبارك على جميع الإخوة والأخوات المشاهدين لقناة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا قبل لا احنا نبدي. نعم. أدري خير من الله عندكم أسئلة وتريدون تسألوني. يعني إن شاء الله هالليلة راح تكون ليلة جميلة إن شاء الله بقرب مقر الإمام الحسين عليه السلام. بس أحب يعني أنا حضرت ولو أنا يعني أعرف بعض اللغات هيك يعني. نعم. منا بس أردو وتركي ما أعرف كي أدور على اللغة بصراحة. يعني أنا هيك صريح. نعم. ويا المشاهدين فكل عام وأنتم بخير. نعم. بالفارسي يقولون سول نو مبارك, بالانجليزي كلكم تعرفونه هابي نيو يير.
بالأردو يقولون نايا سال مبارك هو، وبالتركي هم يقولون نوروز بايرامينيز مبارك. أسعد الله أيامكم وأيامنا. طبعا أكو عندنا حديث يقول كل يوم وهو لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد. طبعا من هالباب احنا كل أيام نعيد إن شاء الله، ولكن هالليلة بما أنه ليلة أول من السنة الجديدة يعني سنة 2020 إن شاء الله، يعني احنا ناخذها فشان اقول لكم يعني بدايه حلوه بدايه جميله. بداية ليش؟ لانه تقارنت هاي الليله ويا ليله ميلاد جبل الصبر عقيله بني هاشم سيده زينب سلام الله عليها، اللي يعني هسه احنا هنا بكربلاء يعني ايش عندنا غير سيده زينب؟ ليش؟ لانه اذا احنا عندنا معالم هنا هسه حاليا بكربلاء، اذا عندنا زوار بكربلاء، اذا عندنا الناس تروح وتيجي، اذا عندنا الامام الحسين عليه السلام وابا الفضل عباس عليه السلام رايتهم مرفوعة من بعد تضحيات ومن بعد جهد ومن بعد الكلام اللي وضحته سيدة زينب سلام الله عليها للعالم. طبعا أني أبارك هاي الليلة وأشوف مقارنة جميلة هاي الليلة ويا نشاطنا الإعلامي في قناة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا أكو بيت شعر بالفارسي يقول كربلاء در كربلاء ميمون دقر زينب نبود، يعني الكربلاء قصة كربلاء وتضحيات كربلاء وكل شيء the tragedy of كربلاء of كربلاء كان يبقى بكربلاء وما كان يطلع برا إذا ما كانت سيدة زينب سلام الله عليها. ليش؟ لأنه هي أخذت دور الإعلامي ونشر ثقافة الإمام الحسين ومظلومية الإمام الحسين عليه السلام للعالم، ولحد الان اذا احنا نقول يا حسين نقول لبيك يا حسين نقول لبيك يا ابا الفضل عباس عليه السلام، طبعا لا ننسى انه هذا كله من تعب سيده زينب سلام الله عليها. انا ارجو المعذره استاذ مصطفى. طبعا انت نوهت على شيء جدا مهم، يعني السيده زينب عليه السلام كافحت وناضلت في وجود الاف القنوات الفضائية. طبعاً. يعني ذاك الوقت الألسن الناطقة بالباطل كثيرة وبالآلاف، ومن يتملقون للحكومة الأموية في ذلك الوقت ومنهم الكتاب والشعراء والأدباء اللي هم دائما يمدحون الدولة الأموية ويعني ينتقصون من أهل البيت عليهم السلام. فالسيدة زينب عليه السلام كان دورها رغم من أنه هي يعني سيدة يعني ليس رجل، احنا دائما عندنا يعني اختلاف بسيط بأن الرجل تقع عليه يعني مسؤولية أكثر بس لا تنسى هي بنت أميرة المؤمنين. نعم أكيد. هل يتوقع من بنت أميرة المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اللي بعض كلمات صار النهج البلاغة أن لا تصبح هكذا؟ أكيد. إحنا يعني إحنا دنقول بأنه الرجل تقع عليه على عاتقه أكثر المسؤولية، لكن السيدة زينب عليه السلام في ظل وجود آلاف الألسن الناطقة بالباطل والمتملقة اللي الدولة الأموية استطاعت أن تنشر فكر الإمام الحسين عليه السلام وقضية عاشوراء والنهج المحمدي في ظروف طبعاً جدا صعبة. طبعا بس ما نابرهم طبعا. نعم. استاذ سيد علاء سيد عماد العفو وانت موجود هنا وسيد احنا نتشرف فيك بصراحه، يعني يعني بصراحه انا جدا فرحان هالليله يعني كضيف استضفتوني هنا بهذا البرنامج المبارك. هو برنامج باسم الحسين وبرنامج في ارض الحسين ورايه الحسين منشوره، وسيدي بن رسول الله موجود هنا يمنا، واستاذ مصطفى هم ما دخل اسمي، فهذا يعني شرف لك ما اعرف بعد احنا اللي شرفنا ان شاء الله نتشرف. وايضا لا ننسى ان المكان مبارك هو بنايه الامام الحسين وبين الحرمين وهذه الاجواء الجميله اللي داق لك العفو انا قاطعكم كلش لانه تعرف انه هالليله ليله فرح وسرور. نعم اكيد من كل النواحي. انا طبعا كان يعجبني انه انا هو شيء ثاني هماتين ولا انتم موجودين هنا انه احنا نبارك هاي الليله اولا عيد ميلاد شو اسمه يعني السنه الجديده. زين نباركه مو بس للمسلمين او للشيعه، لا نبارك لجميع الناس لكل الناس لكل من يسمع صوتنا المسلم والبوذي واليهودي والمسيحي اي واحد اي واحد انسان حر، لانه الامام الحسين عليه السلام هو مولى كل انسان حر، هو سيد الاحرار ابا عبد الله، اي واحد عبد الله يعني هو حر من عبوده الشيطان. زين
فإحنا نبارك له هاي الليلة بما أنه ليلة سنة بداية السنة الجديدة، السنة الجديدة الميلادية. يعني ثاني شيء اللي هو هماتي المهم، قبل تقريبا 5 أيام هيك كان ميلاد نبي الله عيسى عليه السلام، يعني على حسب تقرير المسيح، ونبي الله عيسى هم احنا نحترمه. نعم، واحنا نحب كل الديانات اللي وإحنا موجوده. احنا بالنسبه للمسلمين يعني وشيعة احنا نحترمه ونقدره ونقدسه هماتين، وعندنا بالقران ذكر من سيد من نبي الله عيسى عليه السلام على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام. فمن هالناحيه ونبي الله عيسى طبعا على فكره هو نبي الصلح، نبي الرحمه، نبي الممهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بلي، فهم نبارك الجميع. نعم، بخصوص ميلاد سيدة زينب أيضا نبارك جميع الناس مو بس الشيعة. ليش؟ لأنه سيدة زينب كانت صوت الأحرار، صوت الحرية، صوت الإنسانية، الإنسانية أحسن، صوت الإمام الحسين عليه السلام. فبصراحة كان ذاك اليوم جايني واحد يقول لي انتوا ايش عجب قناه الامام حسين عسى، بجوز انا شويه اطلع من خارج الاطار. احنا هذا نعتبرها حلقه خاصه اليوم لولاده السيده زينب عليه السلام. اجاني واحد قال انتوا ليش ما تدعون باسم فلان مرجع بفلان مرجع ومن هالسوالف، يعني ليش مثلا ما قلت له يا عيني احنا وين انت وين في دول قلبك، احنا مرجعنا الامام الحسين عليه السلام. سلام الله عليه. احنا هنا نصيح ونصيح ونلطم باسم الحسين، باسم الحسين وفدوه للامام الحسين، واي واحد يخدم الحسين احنا نخدمه. نعم. انا بالنسبه لي ماكو ابوس تحت اقدام خادم الامام الحسين عليه السلام، وهذا الشيء احنا نشوفه في كربلاء في ايام الزياره الاربعينيه، انه كربلاء تتحول الى جنه واسعه. هي دائما كربلاء جنه، ارض من قطع من قطع الجنه، ولكن في ايام الزياره الاربعينيه كربلاء هي ونسمتها، هي والناس الزوار والكربلائيين اللي موجودين هنا والمواكب يتحولون إلى ملاك. يا سبحان الله، يا سبحان الله. فأتمنى إن شاء الله كلكم إذا لحد الآن يعني ما جايين تزورون الإمام الحسين عليه السلام بهالأيام، إن شاء الله تأخذوها عطلة فترة قصيرة، إن شاء الله تجون تزورون الإمام الحسين عليه السلام، هم تتونسون، هم زيارة، هم سياحة، وإن شاء الله لا تنسونا من الدعاء. العفو أني سولفت هواية، بس يعني بصراحة جدا فرحانة بوجودي هنا. أكيد وإحنا فرحانين عيوني، وأني أيضا سعيد بوجودك. الله يسلمك. ببرنامج كن مع الحسين، وأيضا إحنا سابقا قدمنا حلقات من برنامج. نعم، كن نعم. الحسين كان فطر لي. كان وكنا في خدمة السادة المشاهدين لكتابة أسمائهم على راية الإمام الحسين عليه السلام. إحنا نستغل الوقت وياك أستاذ مصطفى لبرنامج ويلكم تو كربلاء. بلي. نعم، يا ريت لو توضح لنا شوية عن هذا البرنامج، نبذة مختصرة عن البرنامج وشنو أهداف هذا البرنامج. أستاذ مصطفى لا تقول لي نبذة مختصرة، يعني نعم. إذا أنا احنا نريد نستغل الوقت، نريد نستغل الوقت بتواجدك اليوم ويانا. أنا نبذة مختصرة شكل لك يعني برنامج ترى مو حلقة حلقتين. نعم. برنامج ويلكم تو كربلاء برنامج عالمي، مو لأنه أنا أقدمه، لا أنا شنو أنا خادم من خدام الحسين. لأنه هذا البرنامج يربط ويعقد خلينا نقول قلوب المؤمنين والعاشقين والعاشقات للإمام الحسين عليه السلام من مختلف أنحاء العالم إلى كربلاء وإلى ضريح الإمام الحسين عليه السلام. برنامج مختصر خلال نص ساعة بين يوم ويوم، ولكن يا سبحان الله شنو من دموع، شنو من زيارات، شنو من سلام ودعاء وتهاني وتباريك تبريكات في أيام الفرح وتعازي في أيام الحزن تجينا من مختلف البلدان. ما شاء الله عندنا هذا البرنامج يتصل بينا من هند، من باكستان، من أوروبا، من بريطانيا، من يعني من لندن وباقي المدن، من أستراليا طبعا، من أوروبا لما أقول هولندا وألمانيا هاي كلها تشملها. أكو عندي احدى من المشاهدات اللي يباعن القناه البرنامج من المانيا. نعم. طبعا هي دائما دزلي زياره عاشوراء وتقرا وهاي تقول لي هذا خليك قدام ضريح الامام الحسين عليه السلام او في اجواء كربلاء، خل اني اريد صوته هناك ينشر بكربلاء. نعم. اكو عندنا من امريكا ومن كندا، وما شاء الله الناس اللي صعبه عليهم يجون هنا يزورون الامام الحسين عليه السلام من خلال برنامج ويلكم تو كربلاء
يتصلون بالإمام الحسين عليه السلام. والجميل بالموضوع والأجمل بالموضوع خلينا نقول إنه عندنا في برنامج Welcome to Karbala بعض الزائرين أو الزائرات دائما يعني كل ليلة يبقون وياني، يعني عندنا بالإنجليزي يسموهم loyal زائرين. loyal يسموه يعني هم شلون واحد دائما مرتبط إلا يجي يزور. شنو المصطلح اللي خاص إليه بالعربي؟ يعني هو مرتبط بعد تواصل يعني مستمر للزيارة، داشر دائم للزيارة نقول. يعني إيه هو يعني هو ما يعرف البرنامج صح. يعني متابع 100% خليج نقول متابع دائم 100% للبرنامج. فهذا البرنامج يعني هاي النبذة مختصرة اللي هي طول صفت 5 دقائق أنا حكيت نعم. بس إذا أريد تريد أسألف لك بعد أكثر أنا مستعد. طيب أستاذ مصطفى أستاذ مصطفى ما صعب لا صعب ما شاء الله الحمد لله الله يزيد ويبارك الله يعزك أستاذ مصطفى. بالنسبة للمشاهدين مالتك هم صارت عندك حالات إنه استبصار؟ أي لعلى شلون لا ومن اي دوله واي فتره كانت الزمن طبعا هاي الشغله اذا تقدر انه اخذي ويا كامل الله يسلمك خادم خادم وانت تسالني يلا يلا انا اسالك كمل سؤالك وارجع لك يا سيد. لا احنا الافضل ان نوضح للساده المشاهدين اكيد وجود سيد عماد هو عنده يعني معلومه مو سؤال عماد هذا سؤال المشاهدين يعني اكيد لتوضيحنا للساده المشاهدين سيد عماد يعرف بانه شنو ما يدور هنا بقناه الامام الحسين واني اعرف لكن توضيح للساده المشاهدين بانه احنا اهداف برامج قناه الامام الحسين وشنو تحقق من منتوجات إيجابية على الشارع بعين. نعم سيدة جبت طاري مستبصرين نعم. طبعا برنامج Welcome to Karbala أصلا هي يعني هو مو برنامج استبصار وبرنامج تعالوا صيروا شيعة أو استشيعوا أو يعني هيك برنامج لا هو برنامج مجرد برنامج زياري يعني احنا من نسعي انه بهذا البرنامج نقول للآخرين اللي مثلا هم مسيح لو يهود يابا تعالوا استشيعوا لا برنامج زيار نعم يا سبحان الله نور الإمام الحسين عليه السلام هو هذا النور وحده هداية هو وحده هذا النور يهدي الآخرين كان أكو عندنا اتصال هسه يعني بين قوسين أنا أفتح مجالات أخرى هماتين حتى لتلطيف الجو لتلطيف الكلام كان أكو عندنا مشاهد يقول أجلكم الله أجلكم الله أني أشرب عرق وأني يعني مو إنسان جيد كلش فليلة من الليالي كنت قاعد دا أقلب بالتلفزيون بالريموت مال الستلايت إلى أن وصلت لي اسم قناة الإمام الحسين عليه السلام هو ما فتح القناة بس اسم قناة الإمام حسين عليه السلام يقول بس أني وهاي يعني كاسة أجلكم الله النبيذ النبيذ هذا بيدي الخمر أجلكم الله أبعدكم الله من كل أنواع الرجس إن شاء الله فهذا يقول بمجرد ما شفت اسم الإمام الحسين عليه السلام أنا تبت خلاص قلت أنا ما أستحي هذا قناة إمام حسين هذا اسم إمام حسين إقبالي وأنا بهالحالة يقول تبت وهذا نور الإمام الحسين عليه السلام على فكرة هاي خليها على كتر هسه نجي على هذا برنامج Welcome to Karbala اللي مثل ما قلت لكم برنامج زياري برنامج خاص للناس يرتبطون بالإمام الحسين عليه السلام عن طريق الزيارة عن طريق أستاذ مصطفى أقاطعك ولو حبيب. يعني للحظات بأن الإمام الصادق عليه السلام يقول هسه أنت قلت بأنه إحنا برنامجنا خاص للزيارة بل. أكو ناس دا تجي تستفسر ويعني تدخل بالدين الإسلامي الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول كونوا لنا دعاة صامتين نعم. يعني شلون أنا أكون يعني داعية وصامت بنفس الوقت الإمام الصادق عليه السلام يقول يعني شيعة أمير المؤمنين وشيعة الإمام الصادق عليه السلام بأنه يكون من خلال عملهم أحسن. أنا يجي الإنسان بالله. يشوف مثلا عملي شنو كلامي شلون تعاملي ويا الآخرين ونصف الدين المعاملة نعم. يعني إحنا أثناء تعاملنا ويا الآخرين أثناء كلامنا أثناء عملنا الناس أكيد راح تجي تسأل هذا الإنسان ليش دي يسوي هيك ليش دا يقوم بهذا العمل أكيد يعني ليس الأحد لا يتجاوز على أحد هذه يكون هذه أثر طبعا طبعا يعني. أكيد يكون يعني فد يعني تحت أنظار الآخرين فراح يسألون أنه هذا الشخص ليش دي يسوي هيك هذا الشخص هسه أثناء ما طالع على قناة الإمام الحسين هذا تابع لمنه
يعني حسب الديانة اللي موجودة بيها أو حسب هذه حسب كلامك. فهو هذا أن يكون الداعية صامد، يكونوا لنا دعاة صامتين بالضبط. مو أنه إحنا نروح ونقول يا بتعالوا ادخل هنا وهذه، الدين الإسلامي ما يحتاج هيك بالضبط. أهل البيت عليهم السلام ما يردون هذه الطريقة اللي إحنا، وإلا أن تكون طريقة يعني عذرا أن تكون طريقة داعشية. كلام إمام صادق عليه السلام على عيني وعلى رأسي. نعم. وكلام مضبوط ما بأي نقاش، بس هذا البرنامج يعني مثلا منو طالع بيدي يقدم من شو اسمه برنامج يعني مسوي مثلا هو مثلا كدعاة باخلاقه؟ انا مثلا اقول نفسي انا كذا؟ لا والله انا ما عندي هاي الجرأة انه انا اقول انا انسان حسيني مثلا بالاعمال 100% حتى اخلي الاخرين يجون مثلا يتوجهون للامام الحسين عليه السلام. ليش؟ لانه انا ما اعتبر نفسي لهالمستوى. انا بالنسبه لي من مدح نفسه وذمها، انا ما اريد امدح نفسي. انا ايش اريد اقول؟ انا اريد اقول هذا من فضل ربي، واستبصار الآخرين واستشاع وتشيع الآخرين من فضل الله وأهل البيت. أرد أقول من نور الإمام الحسين عليه السلام، هذا كلامي. فإحنا كان عندنا العام الماضي يعني أول العام أثناء البرنامج أنا تجيني الرسائل وأقرأ السلام والدعاء للمشاهدين، فأجت رسالة من مرة من تكساس اسمها أريالا ستراوس، فكتبت لي انه اني اريد يعني اعلن تشيعي، واللفظ بالانجليزي I would like to take my shahada بالانجليزي هيك يعني هي كاتبه I would like to take my shahada. يعني انا استغربت قلت احنا هذا البرنامج يعني مو ما شو اسمه، ف بنفس البرنامج راسا انا ما جاوبتها لانه خب اريد اشوف يعني شلون البرنامج شنو. ورا البرنامج اتصلت بها استفسرت من يفا انه شنو برنامج شنو، قالت انا صار لي اكثر من 5 سنين دا ادرس الديانات وشفت من بين هالديانات هاي كلها الدين الاسلام، دين الاسلام هو الدين الاصح، ومن بين المذاهب الموجودة في دين الاسلام المذهب الجعفري او التشيع موالين امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام هم يعني هم على صراط الحق. الحمد لله والشكر. فهسه شنو المطلوب؟ قالت انا يعجبني انه يعني اعلن تشيعي من خلال برنامجكم. احنا منسقنا وياها والحمد لله والشكر من خلال هذا البرنامج المبارك هي اعلنت. طبعا انا رديت عليها الشهادات الثلاثه وهي ردتني وما شاء الله يعني صارت شيعيه، وانا اتابعها يعني هي على الفيس ما شاء الله دائما عندها محاضرات وعندها يعني كلمات للاجانب. الحلو بالموضوع انه استاذ مصطفى يفتح لك طريق، يعني يجوز مثلا تقول فد نهر رفيع لو فد مي رفيع بين، بس هذا المي بعدين شو يصير؟ يتوسع يتوسع. يعني في الجاليه المسيحيه الامريكيه هي قامت تنطق باسم الدين باسم الاسلام باسم التشيع وقامت تدعي الاخرين للاسلام والتشيع. هاي وحده اللي استشيعت يعني في برنامج ويلكم تو كابالا. اكو عندي بعد نماذج اخرى اذا عجبكم. اكيد احنا ان شاء الله راح ناخذ ونوسع حديثنا، لكن اكيد عندنا احنا لقاءات من اخوه المشتركين بدعم قناه الامام الحسين الفضائيه اللي موجودين في كربلاء والبصره وبغداد والحله والنجف وكل محافظاتنا العراقيه، اللي قدرنا ان ناخذ من عندهم مقاطع قصيره اللي يعبرون فيها عن رأيهم بدعم قناة الإمام الحسين. خلونا نروح نشوف الفاصل ونرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. المشترك هاشم الغرابي احد الداعمين لقناه الامام الحسين لانها تنقل صوت الامام الحسين، واحب اوصل رساله للمشاهدين ان يدعمون قناه الامام الحسين لانها تنقل صوت الفقره وكونوا يدعمونها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. انا المشترك عدي مزهر عبد الله صياغه جوهرات البحر في شارع الامام علي. أوجه كلمة للمشاهدين الكرام بأنه هاي القناة قناة الحمد يعني قناة حلوة وتوعد الشارع الكربلائي أو الشارع العراقي، ويعني شنو مصيبة الإمام الحسين يعني بكل مكان الناس كلها تعرفها،
وأنا مشترك صار لي تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات أشارك بهاي القناة. فيعني واجب على يعني ما نقول واجب وإنما اللي يقدر يساعد هاي القناة يعني فشي حلو، مبادرة حلوة، وهي ما يروح يعني للإمام الحسين، توجه صورة للأكو ناس يمكن بعدهم ما يعرفون أو كل شيء أكو. يعني هاي قناة حلوة واللي يحب يشارك خلي يشارك، يعني مشاركة أي شيء. ونوجه يعني للكادر الكريم بأنه يعني الحمد لله الله يوفقهم وهم دا يسعون ويفترون ويرحون يجون، الله يبارك بهم إن شاء الله. وأشكركم جميعا. السلام عليكم، أنا الأخ حسين الأسدي من محافظة كربلاء، أدعم قناة قناة الإمام الحسين لدعم الفقراء والدعم المؤسسات الدينية لحفظ الكرامة وحفظ الحفظ الفقراء الكثرة على الموجودين في العراق وفي كافة محافظات العزيزة. ندعو على جميع المتبرعين دعم هذه القناة ودعم الفقراء. نحن ندعم القناة لتوصيل صوت الإمام الحسين على كافة أنحاء العالم. إني من داعمي قناة الإمام الحسين سلام الله عليه، ودعم رمزي مادي إن شاء الله خير وبركة. قناة الإمام الحسين كون تدعم قضية الإمام الحسين، رسالة أوجهها لكل المواطنين أن يدعمون القناة. عاشت إيديكم على هالمبادرة الحلوة. أنا علي الشهيد من أهالي كربلاء، أحد المبادرين والمروجين والمشتركين في قناة إمام الحسين من أجل أن ننقل صوت إمام الحسين. وأدعو أتباع أهل البيت لدعم هذه القناة، قناة أهل البيت المباركة، مع جزيل الشكر للأخوة الداعمين لهذه القناة. حسين الطاع أحد متبرعين قناة الإمام الحسين عليه السلام، وكما أدعو أخوتي للتبرع للقناة لأنها هي الصوت المعبر عن الشيعة وصوت الإمام الحسين باعتبار. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى، رجعنا وياكم برنامجكم مع الحسين وولادة السيدة زينب عليه السلام وعام جديد عام 2020. مرحبا بكم مرة أخرى، ومرحبا أيضا بضيف برنامجنا الله يعزك أستاذ مصطفى. مصطفى جواد طبعا. نعم. أنا بس حبيت يعني أطلب منك فالطلب بسيط بحلل، أعطيني إياها عيدية. اتفضل. أريدها منك ومن إيد السيد. أدري أنه أنا يعني أتابع هذا البرنامج، أكون مع الحسين، الأسرة الحسينية، يعني طبعا ما شاء الله كلها يعني دار مدار الإمام الحسين عليه السلام. إحنا نطوف يعني شون. نعم. إحنا أغلب طوف أغلب برامجنا هي تسمية الإمام الحسين عليه السلام. هذا فخر إنه والحمد لله شكر. أنا خب بالبرامج يعني باللغة الفارسية وباللغة الإنجليزية، يعني دائما بداية البرنامج مثل ما أنتوا سلمتوا على الإمام الحسين عليه السلام وأبو الفضل العباس عليه السلام، إحنا نسلم على الإمام الحسين وأبو الفضل العباس عليهما السلام. بس قليلا ما أنا أتبرك بكتابة أسماء خدام الإمام الحسين عليه السلام. قليلا ما أنا أتليش، لأنه دائما مثلا إما أنا مثلك مقدم. نعم. إما مثلاً أنا مثلاً خلف الكواليس وهاي. بهذا البرنامج أنا أريد أستغلها فرصة. نعم. فأخذ هذا الماجيك الماركر شو يسمونه؟ بس هذا غالي. والله غالي. والله غالي. والله غالي. صح. صدق. كلامك مضبوط، لأنه تدري يعني الله ما خالق شيء عبث. صح. صح. كل شيء بهالدنيا إلى مصيره. صح. يقول لك ما أدري سامع هالمعلومة لو لا، خل أقولها للمشاهدين، خل المشاهدين همتين يسمعون. مثلاً تجيب لك خروف، زين؟ شنو غايته من الحياة هذا الحيوان مثلاً؟ شنو غايته من الحياة؟ إنه بس يعيش ويكبر وبعدين مثلاً يروح؟ لا لا، الله ما خالق لهاي الغاية. الله خالق هذا الحيوان حتى هذا يصبح أكل للمؤمنين والمؤمنات. يعني غايته وتكامل أي شيء، إلى تكامل سير تكامل، يعني يروح إلى أن يوصل إلى أعلى مستوى اللي هو يقدر يوصل له. هذا المستوى التكاملي مالته أنه يصير أكل لذيذ وحلال، ها، لإنسان مؤمن. حتى شي يسوي الإنسان المؤمن؟ يعبد الله ويحمده ويشكره. وإذا هو أصبح أكل لأولياء الله بعد هاي بعد مرتبة أعلى. شرد أقول لك، أنت هسه جبتها يم هذا القلم
او الماجيك اللي تقول لي هذا الماجيك غالي. صح. هذا الماجيك واحد يقدر يلزمه يكتب بيه كل شيء. صح. يكتب بيه ذكرياته، يكتب بيه ايش ما ادريني مثلا اسماء اخرين، يكتب رساله لصديقه. صح. صح. لو صح. مثلا صح. والدته، الوالده ولا اخره. صح. فكيف اذا القلم او الماجيك اصبح اداه لكتابه اسماء خدام الامام الحسين عليه السلام؟ وين؟ مو على الدفتر، مو على ورقه بيضه، مو على كاشي لو سيراميك، على رايه الامام الحسين عليه السلام. يعني خل واحد شويه يفكر، خل واحد شويه يخلي بباله انه الدنيا هاي الدنيا كلها اللي احنا في الكره الارضيه نقطه صغيره في الكون، كلتنا عندنا فد غايه وفد هدف. فهسه حاليا نعم. ان شاء الله انا راح اتبرك ان شاء الله. استاذ مصطفى احنا حبيب. نعتذر جدا يعني الوقت ما عندنا، خلي نبدي بكتابه الاسماء. صح ولا انا قدر الامكان. لا بالعكس، لكن اكيد احنا فقراتنا هواي واحنا 50 دقيقه ملتزمين بها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بهمام. همام نعم. وغسان. همام و غسان نعم. دلي وحنان للشفاء وسعد. حنان سعد عواض. سعد عواض نعم. بلي وأسماء أحمد. أسماء أحمد وإقبال أحمد. إقبال أحمد وعبد الرزاق ورقية للشفاء وفلاح. ورقية إن شاء الله اللهم شافي جميع المرضى. نعم. وأحمد فلاح. علي والعائلة. بس شوي دير بالك وياي. نعم. فلاح. أنا أريد أكثر عدد تكتب من الأسماء. ما يخاف، بس مو ننسى الأسامي. لا ما ننسى إن شاء الله. رقية أنوار. فلاح أنوار. نعم. أنوار بلي. وفوزية وأحمد. والله يعني لك حق يعني. نعم. أستاذ مصطفى أدري. الله يسلمك. فوزية أسعد. فوزية وأحمد. أحمد. نعم. نعم. وعلي. علي ما شاء الله. ونرجس. نرجس ما شاء الله. ونور وزينب. نور الله انتهت نور بزينب. اخر اسم احنا عندنا زينب بهذا القائمة. انتهت بزينب. انتهت نعم. بزينب وبدت بهمام. نعم ما شاء الله والحمد لله. شلون اسماء اكيد بداخلها علي ومحمد كلها. استاذ مصطفى احنا حبيب. نشكرك جزيل الشكر على حضورك لبرنامج كن مع الحسين، وان شاء الله انت مع الحسين عزيز. وشرفت اليوم بكتابة أسماء الأخوة المشتركين، وأيضا هذه دعوة لك بأنه بالحلقات القادمة تكون ويانا داخل الاستوديو. نشرف بحضورك إن شاء الله. نعم. سادس يعني يعجبني بصراحة يعني أعزمك ويانا على برنامج ويلكم تو كربلاء. أنا هالليلة عندي برنامج ويلكم تو كربلاء. شوية قوي الإنجليزي مالتك حتى إن شاء الله. أنا نص ونص الإنجليزي. شكرا لك سادي ولحضورك. نعم احبتي المشاهدين المشاهدين خلي نروح فاصل. هذا الفاصل هو مقطع صوت او مقاطع صوتيه للاخوه المشتركين. نعم عفوا رايه الامام الحسين عليه السلام مثل ما وعدناكم انه هذه الرايه بعد ما تكتب عليها اسماء الاخوه المشتركين داعمين لقناه الامام الحسين نزورها الامام الحسين. خلي نروح نشوف هذه الفاصل نشوف هذا الفاصل ونرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتنا وأخواتنا متابعين قناة الإمام الحسين المشاركين والمتابعين في هذه القناة. طبعا راية الإمام الحسين عليه السلام وأتراني أسماءكم وأتينا لزيارة سيدنا مولاي بن عبد العباس وحد الله حرم سيدنا مولاي الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله راح ترفع هذه الراية في أعلى مكان في مبنى قناة الإمام الحسين عليه السلام الكائن خلف مقام احمد بن فهد الحلي لمده 3 أيام ومن بعدها راح نحتفظ بها في معرض بنايه القناه. وجزاكم الله خير الجزاء ان شاء الله. مناسككم لا من الدعاء ولا من الزياره، ودعونا ايضا بقضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم وكل ما تتمنون ان شاء الله. خليكم ويانا في برنامج كن مع الحسين، دمتم في رعايه الله وحفظه.
وسهلا بكم احبتي المشاهدين، رجعنا وياكم واليوم حلقه يعني ما شاء الله ما عرفنا انه شلون خلصت وبسرعه. كان ضيف عزيز علينا الاستاذ مصطفى موجود ويانا. خلينا ننوه على رايه الامام الحسين عليه السلام. هذه الرايه اللي صورها زميلي سيد عماد من داخل الحرمين وزياره الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليه السلام، مثل ما وعدناكم ان هذه الرايه اللي كتبت عليها اسماءكم. ايضا عندنا رايه اخرى اللي هي زورناها السيده زينب عليه السلام وايضا تم تصويرها، لكن كان التصوير يعني شويه الدقه مالته بالارسال قلت فما نقدر نعرضها على شاشه قناه الامام الحسين. احنا ننوه عليه من منبر الامام الحسين من هنا انه ايضا احدى الرايات اللي كتبت عليها اسماء الاخوه المشتركين يعني راحت لزيارة السيدة زينب عليه السلام، وهنيئاً إلى اللي اسمه انكتب بهذا الرأي وزار السيدة زينب، وأيضاً اليوم ولادة السيدة زينب عليه السلام. أيضاً مثل ما وعدناكم أن نهاية كل حلقة تكون عندنا قرعة خاصة بالمشتركين الداعمين لقناة الإمام الحسين الفضائية وما ننساهم إن شاء الله. سيد شنو رأيك تجرينا القرعة اليوم؟ نعم تفضل. كونوا بخدمتك وخدمة المشتركين والمشاهدين الداعمين لقناة الإمام الحسين عليه السلام. نعم تفضل. يا زينب الحوراء يلا اللهم صل على طبعا سيد قبل لا تعلن الاسم محمد. اليوم هذا الشخص اللي راح يفوز ويانا يعني كلش محظوظ اكيد ولادة السيدة زينب عليه السلام وعام جديد وايضا يفوز ويانا بقناة الإمام الحسين عليه السلام واسمه ينعرض على شاشة قناة الإمام الحسين ونهدي له زيارة عاشوراء إن شاء الله. نعم تفضل هنشوف منو الفائز ويانا. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللي فاز ويانا الأخ علي نزار من البصرة. نعم خلي يشوفون السادة المشاهدين، ألف مبروك لعلي نزار من البصرة. ألف مبروك لعلي. نعم هذا اسمك اذا تشاهدنا الان فمبروك لك وان شاء الله راح الاخوه يتصلون بك. نكتب اسمه الرايه. نعم اعطيني الاسم اكتبه على رايه الامام الحسين عليه السلام، وايضا هذه هم هديه من قناه الامام الحسين نكتب اسمك بدون ما تطلب من عندنا انه نكتب. علي ناصر. علي نزار. 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 علي نزار. من البصرة. خطاط السيد. نعم يسرى. نعم باليسرى اكيد. طبعا كل اللي يعني كتابتهم باليسرى يكون يسر. يكون خطهم صح. جميل صح. نعم احبتي المشاهدين ننوه على دعم قناة الإمام الحسين الفضائية من خلال أرقامنا الموجودة على مدى 24 ساعة، وأيضا بإمكانكم التواصل مع القناة من خلال الفايبر والتليجرام والواتساب التطبيقات اللي موجودة، وأيضا على عبر فيسبوك الإمام الحسين عليه السلام تي في. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، تحياتي لكم أنا مصطفى جواد وتحيات زميلي السيد عماد، وكل عام وأنتم بألف خير. في أمان الله. بدونك والله ما تسوى فيليس الهوى ما اشتم انا انت لو ما بي احيس والله لو ما يضوى وجهك ما شفت نور الشميس وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها حفنتي تراب وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما ساويها حفنتي تراب.